هانم، احنا عادة ما بنطلعش رحلات مدرسية أبدا، بس بما إننا في الأوف سيزون ومش لاقيين ناكل زي ما بيتقال يعني، فمفيش مانع إن احنا نطلع رحلة مدرسية. إيه رأيك في حديقة الحيوان؟ حلو، عاد عيالي يحبون حديقة الحيوانات، بس أنا عندي طلب صغير بسألك عليه. من العين دي قبل العين دي، ولو في عين ثالثة عيوني. تسلم عيونك. الزرافة توطي راسها بالحديقة؟ نعم فندم. الزرافة توطي راسها بالحديقة؟ لا والله، هو الزرافة عندنا عزيزة النفس جدا، عندها كرامة، بس أنا ممكن أقنعها لك توطي راسها. حاضر. عشان إيه يا فندم؟ عشان العيال بس يوكلونها. لا ده احنا عنينا، احنا ممكن نطلع لأولادي ياكلوها فوق، بس أوكي حاضر. وأكيد عندكم فيل. عندنا فيل يا فندم. يا ليت تتمشونا بالحديقة. نمشي مين؟ تمشون الفيل، لأن ولدي عنده مشاكل مع الفيل. بس أوديه فين؟ أنا شقة عندي ضيقة. لا، لأن بدر ولدي ما يحب الفيل صراحة. بدر ما بيحبش الفيل. إيه. خلاص احنا ممكن من يعني من نخبي على بدر ان في فيل في حديقه الحيوانات، او ما نعديش على بيت الفيل. يكون احسن لا صراحه. لا حاضر. اجل اكيد عندكم دب صح؟ عندنا دب جميل. ما ابي اشوفه ابد. ولدي خالد متعقد من الدببه. ليه؟ دائما يعايرونه، يقولوا له يا الدب، وخاف يشاف الدب هذا تجيه الحاله النفسيه اللي كان يجيها. هو ايه متين مسكين ومتعقد. متين ما بيلمح. احنا برضو ممكن احط ناس كتير قوي حوالين الدب، فالولد ما يشوفش الدب. واقلع كمان الناس اللي بتبيع دب، بنخرجهم برا الحديقه. يا ليت. في حاجه تاني؟ يا ليت. اكيد عندكم اسد الغابه. عندنا اسد الغابه الحقيقه. هو الاسد بيعض؟ الاسد ايه؟ يعض؟ لا الاسد مش بيعض، عندنا بيكح، لانه بلعنك عنده دور برد ودخن. بيعض الدكاتره بس قالوا ده تغيير جو مش اكتر يعني. إيه؟ بيعض طبعا. ولدي فهد شايفه ملك الغابه، فيخاف انه يعضه. ما شاء الله. لا هو بياكل على طول، مش هيعضه يعني، مش هيتالم ابنك ما تقلقيش. ايه طيب. الطيور ايه فهد؟ الطيور. عندنا طيور. خير الطيور. ولدي سعد ما يحبها ابد. ما بيحبش الطيور؟ ممكن ياكل سمك. والله فكره حلوه. بس الطيور ابد ما نبي نشوفها بالحديقه خالص مره. طب هو كده ما تبقاش في حديقة الحيوانات غير القرد. ايه رأيك نخلي الأولاد في المدرسة ونعمل رحلة للقرد للغولب لغاية المدرسة؟ حلو فكرة صح؟ كذا خلاص وفرتوا علي الراحة والجية والتمشي بالحديقة. أجي جيبوا القرد عندنا خلينا نستانس. صح عندك حق. لا ده العناية صراحة. أنتم مريحين جدا جدا يا فندم. يا رب.